اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. امير عزمي مجاهد ضيفي ونجمي النهارده، مشرفني منورني حبيبي يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه طيب. انت بالصحه والسلامه يا رب. الدنيا كويسه؟ الحمد لله. نبتدي المشوار من اللي فات او قبل اللي فات. كنت في السكه قبل الزمالك. ايوه. تجربه كويسه؟ تجربه طبعا كويسه، واستفدت بيها بشكل كبير. يمكن المسؤولين في نادي السكه مجلس اداره كابتن نبيل كمال واستاذ محمد نافع واستاذ محمود صادق. يمكن محمد نافع نائب الرئيس دلوقتي. نائب الرئيس محمد نافع حبيبي. وناس عشرة عمر معايا بالظبط، وناس محترمه جدا. يمكن اتكلموا معايا السنه اللي فاتت اللي هو عايزينك تبقى موجود، وكان وضع نادي السكه يمكن قعدوا على اخر مباراه في اخر السنه اللي فاتت. اتفرجت على الفرقه وقالوا لي اللي انت عايز تعمله مفيش مشكله من تدعيمات وكل حاجه. الحمد لله اشتغلت. عندهم ملعب حلو قوي. عندهم ملعب كويس طبعا. واشتغلت يمكن انا والجهاز اللي كان معايا، كان معايا الكابتن امير عبد الحميد طبعا، وكابتن حمد نصر، وكابتن ايهاب بيتا. اشتغلنا اللي احنا ازاي نعرف نبني فرقه ونجمع فرقه. الحمد لله جمعنا فرقه كويسه جدا، والحمد لله يمكن السنه دي فرقه السكه ماشيه بشكل كويس جدا. اشتغلنا وعملنا فتره محترمه، جبنا مدرب لياقه بدنيه من اليونان عشان يعمل القياسات اللي انت لازم تشتغل. اللعيب اما تيجي تشتغل كابتن في نادي لازم اللعيب اهم حاجه يبقى مقتنع بالمدرب ومقتنع بالسيستم بتاع الشغل ده، مهم جدا. فاشتغلنا فتره اعداد كويسه. مفيش حد قياسات كويس في مصر؟ في، بس يمكن انا عشان عندي علاقات كتير بره، والناس بصراحه بتيجي مشكوره حبا في امير. الناس دي ما بتجيش بمقابل، يعني انت ممكن بتيجي مثلا بعلاقاتي كويسه، فالناس لما بتطلب حاجه من حد من بره بيقول لك كلهم كانوا مدربين ليا وكلهم يعني اصدقاء يعني. فاشتغلنا بشكل كويس، عملنا فرقه كويسه، يمكن جبنا حوالي 15 صفقه السنه دي. اشتغلنا بشكل كويس، عملنا معسكرات، والناس بصراحه مشكوره كانت موفره كل حاجه في ظل الامكانيات المش كبيره في نادي السكه، والناس مشكوره حاولت. وبدانا فتره الاعداد وبدانا المباريات وادينا الى حد ما بشكل جيد بعض في معظم المباريات. يمكن وادي دجله كان اول مباراه كسبناها 3، وتعادلنا مع بورفؤاد في بورفؤاد، تعادلنا مع القناه كان الكابتن علاء عبد العال موجود، وادينا بشكل كويس. وبعد كده يمكن حصل اللي نادي الزمالك كان في كلام مع نادي الزمالك. يمكن انا جالي ايقاف في مباراه الترسانه الاخيره اللي هي في السكه، الايقاف كان طويل شويه، فيمكن برده كان نادي الزمالك كابتن سيف لما بيجي بيتكلم، والكلام ده انا مش بقوله عشان محرك او على الشاشه، نادي الزمالك يعتبر بيتي وهو صاحب الفضل عليا. ايقاف قد ايه؟ كنت خدت 4 ماتشات فبعد الاستئناف. فيمكن عملت ايه؟ مفيش، هو كان ضربه جزاء في مباراه الترسانه وحكم يعني خلص عليا فيها صراحه، كان ماتش وان سايد جيم. وانا صريح، انا لو عملت حاجه اقول انا عملت حاجه، لكن هو كتب في تقريره ومفيش مشكله وحصل تحقيق وكل حاجه واتخفضت العقوبه. لكن هي القصه كلها اما 4 ماتشات كتير، وفي نفس الوقت انت برضو نادي الزمالك كان بيكلمك، فاستاذنت من الناس اللي انا برضو قلت لهم ال4 ماتشات وهيبقى كتير وكده، ونادي الزمالك كده كده انا عارف اللي كان فيه مفاوضات وكان فيه كلام مع امير مرتضى، فعارف ان انا كنت هروح نادي الزمالك. فاستاذنت من الناس، والناس مشكوره سمحت لي ان انا اروح نادي الزمالك، واشتغلت والحمد لله للفرقه كملت بشكل جيد لحد دلوقتي وماشيين. يمكن السنه دي نادي السكه الحمد لله مسمع بشكل جيد، ماشيين كويس في الدوري. وعايز اشكر برضو يعني وزير النقل بصراحه اللي هو كامل وزير، اللي هو بيحاول برضو اللي هو بيدعم النادي عن طريق المنشات اللي هي تقدر تدخل لك دخل النادي السكه. انت عارف الانديه يا كابتن اللي هي الشعبيه دي ممكن بتعاني شويه في الحته دي، والحمد لله ماشيين بشكل كويس، وبتمنى لهم ان شاء الله التوفيق السنه دي والسنه الجايه ان شاء الله. اي وقت الزمالك يناديك هتروح؟ اكيد طبعا. بص يا كابتن، انا بالنسبه لي يعني دي ان ايه زمالك، يعني انا من صغري في نادي الزمالك، وانا بكلمك ونادي الزمالك صاحب فضل. انا لو مش منتسب لنادي الزمالك او ما لعبتش في الزمالك، انا كنت ممكن ما اجيش اقعد، يعني مش هطلع مع حضرتك او اطلع في برامج او الناس تعرفني او كذا. نادي الزمالك صاحب فضل عليا وانا من صغري في نادي الزمالك. فاما بيتك يجي يقول لك حتى لو انا مدير فني وهترجع مدرب عادي، ما تقدرش تقول. علاقتك كويسه بقلا منصور؟ اكيد طبعا. امير شخصيه كويسه معايا، شخصيه محترمه، وبنتعامل شخصيه محترمه كويس. واحنا خلي بالك احمد طيب. واحمد طيب جدا، واحنا خلي بالك من صغرنا احنا اصحاب من صغرنا، يعني انا وامير من صغرنا ونلعب مع بعض خماسي وبتاع، فالعلاقه كويسه خارج عن الشغل. انا سمعت علاقتك كمان من صغر مرتضى كويسه، وهزرتوا وضحكتوا مع بعض. مفيش لا ما فيش مشكله خالص، ما فيش مشكله. وانت ما بتبقى موجود في مكان مفيش حد بيقعد بالمكان ده طول عمره. وارد ان انت تمشي وتروح وتيجي وكل حاجه، لكن مفيش مشكله خالص، وبحترمهم وببارك طبعا لنادي الزمالك على الكرة الطايرة امبارح. يمكن حاجة بسطتني جدا، انت عارف الكرة الطايرة مرتبطة في نادي الزمالك بوالدي والكابتن جابر عبد العاطي الله يرحمه، فببارك لهم طبعا. احمد مرتضى عامل شغل كويس قوي بصراحة، وفرقة الباسكت برضو شغالة في بطولة افريقيا كويس، الهاندبول، فالحمد لله نادي الزمالك ماشي بشكل كويس. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل عايز اعرف منك ايه مشكلة نادي الزمالك في الفرقة تجيب احسن لعيبة واعلى صفقات واكتر فلوس، وكل ادارة تيجي تحاول تجيب فلوس تديها للعيبة.